شباب برشا ينصحوا فيا كلم عمك ابراهيم ومرايته، وذاك عم ابراهيم اللي بنته ترددته بعت الدار وترددته، خلي يهز مرايته ويمشوا للمركز. هيا اخويا مشينا بيه ساعة الكلام هذاك، هيا اسمعوا معايا كي مشى للمركز شنو صار. في الكهرب زوز عوين هزونا نمصنها، انا روحت من الخدمة يعلم بيا ربي، خلطت للمركز يبحثوا فين الزوز، هو مسكين يبكي مش سالحة توصل الكروار وهو شد فيه من نيته. قلت لها مش يموت، قال لي ما يموتش، قالوا لي ما يموت مسكين وكعكع فيها من ما نقطفع. قلت لي والله كنصر على الرئيس، قال لي شكونك انت مش تشكي؟ شكونه هذا اللي قال لك؟ هذا يلا الشيخ شيف مركز غزاله، شيف مركز غزاله اسمه قيس. ما بعثنا الولاد في البارتاج، وانت قيس انا جايينك صاحبي، انا جايينك على شويه على كمبه وشويه كذا تحقر في الكبار يا صاحبي، معناش رجال كيك ومعناش بوليسية كيك، وتنزيدوا نسمعوا منك يا خويا ميسالش، انا ماني كيك نسمع من الناس الكل، لكن الولاد ما بعدنا في البرتاج المراك شفتوها، شفتوا الحالة يعني من غير ما نزيدوا نحكي.